أم العود كتلة التنمية والتحرير النائب قبلان قبلان أن تكون القمة العربية قد لمت الشمل العربي وطوت 10 سنوات مما سمي زورا الربيع العربي، وخلال استقباله وفودا شعبية وبلدية واختيارية في مكتبه في صحمر، دعا قبلان لقراءة التاريخ المتعلق بكل المحطات لانتخاب رئيس للجمهورية. تفاهم بين الجميع، أقل كلفة من الخلاف، يعني نقعد نحكي مع بعض، نحط هواجسنا على الطاولة، كل واحد يحط له حق يقول أنا عندي هواجس معينة، يعني حطها وخلي الآخر يعمل عملية تطمين للآخرين، خلينا نطمن بعضنا ونحكي مع بعض ونتفاهم على الحد الأدنى، لأنه الحد الأدنى من التفاهم هو أقل كلفة من أي خلاف حول هذا الاستحقاق. عضو كتلة التنمية والتحرير النائب هاني قبيصي قال خلال احتفال تأبيني في النبطية الفوقة أن علينا أن نستفيد من لم الشمل العربي ونستطيع من خلاله انتخاب رئيس للجمهورية يكون منطلقا لتشكيل الحكومة التي تضع خطة اقتصادية نتمكن من خلالها من إنقاذ لبنان. على اللبنانيين أن يتفاهموا، ولغة العناد لا تنفع أحد ولا يمكن لأحد من ساسة لبنان، من رؤساء أحزاب أو غير رؤساء أحزاب، من رؤساء كتل نيابية أو غير رؤساء كتل نيابية، العناد لا يحقق نصرا لأحد، بل هو إصرار على مشكلة قائمة في بلدنا يشكل امتدادها أو استمرارها استمرارا للأزمة وللمشكلة. من جهة أخرى رحب مفتي صور وجبل عامل المسؤول الثقافي المركزي في حركة أمل الشيخ حسن عبد الله بالإجماع العربي على دعم لبنان للخروج من أزماته. من الأمور التي نهتم بها ونلاحظها هو مجريات القمة العربية. أيضا نقطة إيجابية في حالة العرب هو أن يكون هذا اللقاء بعد عودة الجمهورية العربية السورية إلى الجامعة العربية، كل ذلك ليؤسس لمرحلة جديدة. كلام المفتي عبد الله جاء خلال لقائه فعاليات روحية وأهلية.